السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كامل التهامي، مصمم 3D وترينر. في هذا الكورس سوف نتحدث عن الراينو، والراينو هو أحد أشهر برامج 3D أو الرسم ثلاثي الأبعاد. ما يميز الراينو أنه يعمل بنظام النيربز، والنيربز هو اختصار لنون يونيفورم ريشنال بيزيس سبلاين. الراينو مخصص او مصنف كبرنامج كاد زيه زي الاوتوكاد زيه زي السودوركس، ولكن زي ما احنا قلنا ان ميزته ان هو بيعمل بنظام النيربز. مهما كان التصميم معقد يمكن اخراج النتائج، وممكن الاعتماد عليه في التصميمات المعقده زي تصميمات الجيولري. يعني باختصار هو انت تسرح بخيالك زي ما انت عايز، ولكن راينو سيقوم بإظهار النتائج والحصول على التصميم دائما موجود في 2D drawing. راينو برنامج 2D و3D في نفس الوقت. ما يميز راينو انه بيتم اخراج ملفات كأوبجكت و.stl فايل، ودي تستخدم مباشرة في المانيفاكتشرنج او CNC. الراينو يستخدم في 3D برينتنج في طباعة ثلاثي الأبعاد، يستخدم في تصميم المنتجات، يستخدم في الاركتكتشر فيجواليزيشن، يستخدم في الرسم المعماري، ايضا يستخدم في تصميم المجوهرات، وايضا يستخدم في الاوتوموتيف ديزاين. في هذه الدورة سوف نشرح الاساسيات واهم الادوات التي تمكننا من رسم اي تصميم او اي شكل معقد. في الدرس القادم باذن الله سوف ندخل على موقع راينو 3D وسوف نقوم بشرح كيفية تحميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو الدرس الخاص بكيفية تحميل البرنامج. ده كده موقع rhinoceros.com أو rhino3d.com، دي النسخة السابعة، آخر نسخة نزلت من البرنامج. في هنا الداونلود أو الباي أو الجاليري. الباي ده كده لو هنشتري البرنامج بيذكر الأسعار. إحنا طبعا في الميدل إيست، فدي الدول الموجودة في الميدل إيست، ودي طبعا الأرقام. النسخة هو في نسختين، نسخة فيها جميع الباكج، فيها جميع البونجو أو الفلامينجو دولات متخصصين للأنيميشن، وفي نسخة منفصلة فقط راينو. ما يميز راينو اللي فيها عدة أدونز سواء في الريندرنج أو في الأنيميشن، تستخدم لأي تصميم. يعني في هيلبرز أدون تستخدم في التصميم. طيب خلينا نشوف الأسعار، إن هنا الأسعار في أسعار طبعا للطلبة وفي أسعار للشركات. هو الستودنت ده كده الأسعار للستودنت 195 يورو، وهنا 595 يورو. طيب طبعا في هنا الداونلود. هو ما يميز الراينو ايضا فيه محاوله او فيه ترايل فيرجن لمده 90 يوم. بعد 90 يوم ممكن يستخدم البرنامج ولكن مش يعمل سيف. طبعا دي ال 90 يوم. ايضا هنا الجاليري طبعا بنشوف فيه تصميمات المصممين. فهنا دي طبعا تصميم، دي كله طبعا كل هذه التصميمات بيستخدم راينو لتصميم في الجولري. دي تصميم اوتوموتيف زي ما احنا ذكرنا انه يستخدم غالبا في البرودكت ديزاين وجولري وتصميم الاوتوموتيف. ده كان الدرس الخاص بكيفية تحميل البرنامج من الرابط. فاحنا ببساطة شديدة هنضغط على، لو احنا بنستخدم الويندوز هنضغط على هذا الرابط الافليويشن، ولو احنا بنستخدم الماك هنضغط على هذا الرابط. هنا بيعطينا 90 يوم وهنا بيعطينا 90 يوم، نفس الكلام. في طبعا ادونز زي البنجوين وزي الجراس هوبر. الجراس هوبر ده محتاج عدة كورسات لان يعني بنستخدم فيه برمجة وبعض الادوات الاخرى. طبعا بنقول في يستخدم في الانيميشن وبيعطينا 30 يوم ايفالويشن. هنضع هذا الرابط ويتم تقريبا هنسجل فيه، هنعمل حساب على الموقع، وبعد كده يبعث لنا الرابط على الايميل ونقوم بتحميله ببساطه. وهو البرنامج تقريبا 500 ميجا بالحد الاقصى.
أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في درس قادم. ونتمنى نبدأ دورتنا وهنشرح عدة أدوات زي الموف والروتيت والسكيل، هنشرح أيضا الريفولف، وهنشرح أهم الأدوات الأساسية في الرسم. وأتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في الدرس القادم. طبعا الجزء الثالث اللي هنتحدث عنه وهو من الرين أوبشنز، وهو الأبيرنس الكولرز. الباك جراوند جراي، هنخليها لايت جراي بهذا الشكل، ممكن وايت، لكن انا شايف ان اللايت جراي مناسب. ده الجزء اللي هنتكلم هنتحدث عنه في عن طريق ايضا هنتحدث عن اللايرز. عادة بتكون جميع اللايرز باللون الأسمر باي ديفولت. ممكن طبعا تغيير اللاير كولر لأي لون، لكن بما أننا شغالين على الباك جراوند جراي أو وايت، فهنستخدم جميع الألوان هتكون بالبلاك، بحيث يكون في ظهور في الألوان. لو الباك جراوند باللون الأسمر، فممكن تغيير الكولرز تكون لون اي لون، سواء كان ازرق او اصفر او ريد. بنكون كده انتهينا من اول الدرس، وفي درس قادم ان شاء الله بنتحدث عن السيليكشنز وطرق السيليكشنز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدرس الثاني هو عن طريق طرق السيليكشنز. اول طريقه من السيليكشنز ريكتانجل، كده بيختار جميع العناصر اللي ملامسه لهذا الريكتانجل، فاذا هيختار متوقعين ويختار اربع عناصر او اربع سفيرز او اربع دوائر. نلاحظ ان الريكتانجل بيكون داش او بهذه النقاط او حافه داش، لكن لو اخترنا بهذا الشكل فاحنا كده هيختار فقط عنصرين، لانه بيختار العناصر اللي واقعة في حيز الريكتانجل، لن يختار هذا العنصر الطريقة الثانية، فكده هيختار فقط عنصر واحد. كده متوقعين نختار عنصرين. دي كانت أول طريقة من، لكن بهذا الشكل المفترض أنه متوقعين أنه اختار جميع العناصر لأنهم جميعا ملامسين لهذا الريكتانجل. الطريقة الثانية من السيليكشن هو طريقة الكليك. كده الشيفت بيختار أو بيزود في السيليكشن عن طريق الكنترول، فبيلغي السيليكشن، بيزود في السيليكشن، كنترول بيلغي السيليكشن. دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة من Edit Select. Select Objects، فبيختار هنا وليكن جميع السيرفس، مفيش سيرفس، ده كده اختار خمس سيرفس. خلينا نقول ان في كيرفز، كيرف، لاين، سنجل لاين. فلو اخترنا edit select objects كيرفز هيختار فقط هذا العنصر. edit select objects بوليسفير، غير موجود البوليسفير. خلينا ننشئ بوليسفير عن طريق surface plane 3 point، ثم اكسترود سيرفيس، اكسترود سيرفيس، ستريت، ثم نذهب مره اخرى سيليكت اوبجكتس بولي سيرفيس، نو اوبجكت اد تو سيليكشن. ايضا السيليكت ممكن تكون من هنا او من القائمة. دي كده ايكونز، فايديت سيليكت اوبجكتس بولي سفير، اذا اختار هذا هو السوليد سيرفيس اللي هو البولي سفير. دي كانت الثلاث طرق لاختيار العناصر في راينو. اتمنى يكون هذا الدرس بسيط، والى اللقاء في الدرس الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث، ونتكلم أو نتحدث عن اللايرز. اللايرز ببساطة شديدة هي شباب اللايرز في الفوتوشوب، لكن في بعض الأوبشنز من السهل منها أن نتحكم في خصائص اللاير. أولا عشان ننشئ لاير بنضغط هنا نيو لاير، نكتب هذه اللاير وليكن ذا ديزاين.
طبعا ممكن نيو سب لاير هنا وليكن بيز. ممكن نذكر ان او يتم رسم بلين. الديزاين هيكون باللون وليكن السيان. هنختار هذا الاوبجكت ونضغط على السيان و تشينج اوبجكت لير. اذا هيظهر هذا البلين باللون السيان. ممكن طبعا اخفاء الديزاين ويظهر. ممكن لوك لير بمعنى ان لن نستطيع سيلكت هذه اللير، لكن ممكن سناب بمعنى انه ذكرنا ان في سيركل سيركل ممكن سناب وليكن في الانترسكشن ونضغط على هذه السيركل او ننشئ سيركل. طبعا السنابنج بوينت هنتحدث عنها بتفصيل، لكن دي هي عباره عن السنابنج بوينت الاند والنير والسنتر والانترسكشن والكواد. غالبا بنستخدم الانترسكشن والاند والميد بوينت واحيانا الكواد في السيركل. كده بنطفي اللير او السناب بوينت وكده بنلغيها. طيب ايضا ممكن تغيير اللون الكالر للير بهذا الشكل دارك جرين وليكن. عندنا الاكسس لوك للاكسس بمعنى اننا لن نستطيع اختيار الاكسس لان عايزين الاكسس تكون ثابته. طبعا ممكن اخفاء الاكسس او اظهارها. دوبليكيت لير اند اوبجكتس يس تو اول هنكتب عن ديزاين 2. هنخفي الاول ديزاين، الثاني سيلكت اوبجكتس او سيلكت اول سيلكت اوبجكتس سيلكت اوبجكتس. ممكن يتم تحريك هذا الاوبجكت كالتالي. يبقى اذا اصبح عندنا ديزاين 1 وديزاين 2. هذا هو ديزاين 1 وهذا هو ديزاين 2. ممكن طبعا تحريكه في السبلين كالتالي. يبقى احنا اولا اخترنا هذا الاوبجكت وهي دوبليكيت ديزاين 3 ثم سيلكت اوبجكتس وتحريكه بهذا الشكل. دي كانت ببساطة شديدة ال عبارة عن layers. طبعا في الطباعة ممكن نستخدم بمعنى ان الاكسس بدل من ان يكون continuous ده الماتيريالز احنا بنتكلم عن الاكسس ممكن يكون hidden dashes dot طبعا هو dot كالتالي. ممكن يكون داش او border ده كده border او dash dot. خلينا نختار هذه اللير نضغط على مرتين يبقى احنا كده في هذه في لير اكسس. نختار كيرف لاين سنجل لاين دي كده طبعا الدوت الداش دوت لاين. اتمنى يكون هذا الدرس مفيد وفي الدرس القادم باذن الله اتحدث عن الموفينج هاو تو موف لير انسايد راينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع. في هذا سوف نتحدث عن الموفينج اوبجكت في رينو. هناك خمس طرق للموف اوبجكت. اول هذه الطرق هو دراج اند دروب. يتم اختيار الاوبجكت كالتالي ودراج اللي في اي في اتجاه. طبعا هنحذف الارسو فبالتالي ممكن يتم تحريكه كالتالي. طبعا هنا بيذكر القيمة في الاكس والواي والزي وطبعا اللينس او المسافة الكلية. طيب دي ابسط طريقة ولكن هذه الطريقة غير دقيقة بالمرة. طب ايه هي الطرق الدقيقة؟ اول هذه الطرق وهي السناب للأوبجكت. طيب هنختار نفعل السناب. هنختار اولا هذا الأوبجكت هنفعل الاو سناب هنفعل السنتر. في هنا طبعا ستاندرد
هو بوينت تو موف هو من السنتر طبعا، ممكن يتم تحريكها إلى هذه النقطة أو هذه النقطة. طبعا احنا ما نعرفش احنا حركناه من بوينت المسافة كام، لكن احنا دي بطريقة دقيقة عن طريق السناب. في طرق أخرى، في طرق أخرى أدق. أولا وليكن احنا هنحرك هذا الأوبجكت أو هذا السلندر مسافة 50 مليمتر، فإذا كالتالي موف بوينت تو موف من السنتر وليكن 55 مليمتر في أي اتجاه، في هذا الاتجاه يبقى إذا نتحرك من هذه النقطة 55. في هل في طرق أخرى؟ وليكن عايزين نحركها 55 في الإكس و55 في الواي، أو 50 في الإكس و40 في الواي، عن طريق موف من السنتر ثم ريلاتيف 50 و40. إذا 50 في الإكس و50 في الواي، حركها كالتالي. خلينا نجرب إن يكون النقطة ريلاتيف ماينس 10 وماينس 15. إذا نتحرك 10 في الإكس و15 في الواي. لو حسبنا هذه المربعات هيكون 15 مليمتر، وهذه المربعات هتكون 10 مليمتر. الطريقة الأخرى عن طريق النادج تول. زي ما ذكرنا قبل ذلك لازم نفعل النادج تول من أوبشنز. ها هنا من النادج تول من راين أوبشنز ثم موديلينج ايدز ثم نادج ثم كي. يمينا ويسارا اكس بوزيتيف اكس ماينس. كي بتتحرك 1 مليمتر، شيفت بتتحرك 10 مليمتر، ثم كنترول بيتحرك 0.1 مليمتر، وبيحسب الكوميوليتيف طبعا في كوماند لاين كالتالي. يبقى اذا هذه كده استعرضنا الخمس طرق لتحريك عنصر، اي عنصر معين او اي اوبجكت معين في رينو. وفي الدرس القادم سوف نتحدث عن السكيل، ثم سوف نتحدث عن الروتيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نتحدث عن روتيت تول. اولا ببساطه شديده هناك عدة طرق. الطريقة الأولى والأبسط عن طريق استخدام الجيمبل، فهنا روتيت حول الأكس أكسس وليكن 45 درجة، روتيت حول الزي أكسس ماينس 20، روتيت حول الواي أكسس وليكن 55 درجة. دي كده أول طريقة. نتخيل ان في عندنا سلندر فاذا من روتيت تول ار او روتيت في 3 دي وفي 2 دي. ال 2 دي الاوبجكت، هذا هو الاوبجكت سنتر اوف روتيشن، وليكن السنتر اوف روتيشن هيكون، خلينا نذهب الى الرايت فيو، هيكون هذا هو سنتر اوف روتيشن. انجل اوف ريفرنس وليكن ممكن كتاب الدرجه، او ممكن نبدا من هنا الى ها هنا. يبقى كده اصبح روتيت تول بهذه الطريقه. طيب ممكن كتابه قيمه، فاذا روتيت سنتر اوف روتيشن هو الصفر، الأنجل ولكن هتكون 50، فإذا تحرك 50 درجة حول هذه النقطة. طبعا ممكن كتابة قيمة في الإكس ولكن 50، لكن بيتحرك، لو كتبنا القيمة بيتحرك حول الأوريجين بوينت. طيب أنت نتخيل إنها في 3D space، فإذا في شيء اسمه 3D rotate أو rotate 3D. ال select object rotate هنستخدم هذا، ال start of rotation axis من center إلى هذه النقطة.
وإذا بيتحرك الكلام ممكن يكونش واضح، لكن احنا هنذكر ان في روتيت 3D الاوبجكت روتيت هو هذه السلندر الروتيشن اكسس، ولكن هنبدأ من هنا الى هنا. فاذا الريفرنس انجل كالتالي، هو بيتحرك حول هذا الاوبجكت، خلينا ولكن نذكر انه 90 درجة. فاذا هو تحرك 90 درجة حول هذا الاكسس. بكده يكون انتهينا من روتيت. في الدرس القادم سوف نتحدث عن السكيل وأهمية السكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو الدرس السادس. في هذا الدرس سوف نتحدث عن السكيل. السكيل مختلف بعض الشيء عن الروتيت، لأن في سكيل في 1D و2D و3D. أولا خلينا نتحدث عن ال 1D ونغير اللاين تكون كونتينوس. أولا سكيل، فهنا بيذكر هنا سكيل 1D، والأوريجين بوينت هتكون السنتر. السكيل فاكتور وليكن هيكون 0.5. سكيل دايركشن فإذا أصبح 0.5 في هذا الاتجاه. خلينا نذكر سكيل 1D، أوريجين بوينت في وليكن السنتر، سكيل فاكتور 3، الدايركشن هيكون في هذا الاتجاه. السكيل 2D، سكيل 2D أوريجين بوينت السنتر، سكيل فاكتور 2. ده كده سكيل 2D وسكيل 1D. السكيل 3D فقط سكيل، الأوريجين بوينت ممكن نختار السنتر، السكيل فاكتور وليكن 2. فإذا أصبح عندنا هنا السكيل في جميع الاتجاهات في الـ X والـ Y والـ Z هو سكيل 2. الأوريجين بوينت في السنتر 0.2. دي وسط شديدة كانت عبارة عن السكيل. أيضا ما ننساش أن ممكن التحريك السكيل في الواي فقط 1.5، السكيل في الاكس 1.7، السكيل في الزي 0.2. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في الدرس السابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو الدرس السابع، وفي هذا الدرس سوف نتحدث عن كيفية رسم أرك. احنا في حتى الدروس اللي هتأتي بعد ذلك هيتم شرح كيفية رسم سواء كان لاين أو سيركل أو أرك، وشرح معظم القائمة اللي موجودة في كيرف. نأتي إلى الأرك. الأرك في ستارت سنتر وستارت وأنجل. طيب هنا السنتر ممكن نقطة معينة في الفراغ أو نقطة بعينها محددة، وليكن -50 و-50، دي كده نقطة محددة. الستارت اوف ارك هيبدأ من هنا. طب الاند بوينت هينتهي هنا، دي كده بنسميها اي بول. هل ممكن يكون محدد؟ ممكن محدد. كيرف ارك ستارت اند دايركشن نفس القصة، ستارت ويند وريديوس احنا معنيين بهذه النقطة. الستارت اوف ارك هي يبدأ وليكن هنا، الاند اوف ارك وليكن هينتهي ها هنا. طب الريديوس وليكن الريديوس 14. كانت بي سمولر، بيقول لنا الريدس ما ينفعش يكون اصغر من 20.2. طيب خلينا نقول ان الريدس 25، انتر. ريدس 25، هنا بيقول هيكون هنا الناحيه دي ولا الناحيه دي، فنشد الناحيه دي هيكون ظاهر بهذا الشكل. النقطه اللي بعد كده هو التانجنت.
من الأشياء المهمة جدا التانجنت تو كيرفز. والله هو هيكون تانجنت هذا الجزء وتانجنت لهذا الجزء. انت بيقول لنا هنا بريس انتر تو درو سيركل فروم تو بوينت. انت عايزه فين؟ هنا التانجنت النقطة فين بالضبط على هذا الكيرف؟ فوليكن تانجنت من هذه النقطة. اعتقد ان احنا خلينا نعمل اريز او ديليت. تانجنت لهنا تانجنت لهنا طيب احنا خلينا نعمل جوين وخلينا نحاول نكرر هذا الامر مرة اخرى. اول عنصر هنا، تاني عنصر هيكون هنا، بإذن طريقة بسيطة جدا. من الكيرف في نقطتين تانجنت تانجنت وتانجنت وريديوس. فاحنا فيرست تانجنت هو هذا التانجنت مش السنتر بقى، الكواد. خلينا في الكواد كالتالي، السكند تانجنت هو هذا الكيرف، الراديوس وليكن 15. تشوز ارك، هو بيقول الارك هيكون الناحية دي ولا الناحية دي. فخلينا اذا هو تانجنت بهذا الشكل والراديوس 15. طيب ممكن يكون، خلينا نتخيل شيء اخر، ان في سيركل هنا، سيركل هنا، سيركل وهنا سيركل. احنا عايزين نرسم كيرف تانجنت لجميع السيركلز دي. فاحنا من كيرف ارك تانجنت تانجنت تو كيرفز، ثلاثة كيرف. اولا هذا الكواد، هذا الكواد، هذا الكواد. انت عايز الكيرف يكون الناحية دي، فبيكون عشان ننهي هذا الدرس في الاليبس. موجود في الاليبس الفروم سنتر، الفيرست اكسس شيفت، والسكند اكسس. ده كده تم رسم الاليبس. ايضا من الاجزاء الاخرى الكيرف اليبس والديامتر. فين الفيرست اكسس؟ في الستارت وليكن
ال end of second axis ممكن تكون هذه النقطة, ال start of first axis ايضا في الاليبس موجود فيه from foci first focus, دي لو في اكتر من نقطة second focus, والpoint on ellipse دي اي نقطة على الاليبس. خلينا نجرب هذا الموضوع. فالاليبس دي اول نقطة اللي بيقول first focus second focus وبوينت اون اليبس هذه النقطة, وتم رسم الاليبس. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد, وإلى اللقاء في الدرس الثامن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحد الدروس المهمة والبسيطة جدا هو رسم الكيرفز أو المنحنيات في رينو. الموضوع بسيط جدا, هنستخدم أو هنشرح أربع طرق لرسم المنحنيات. أولها هو السكتش, يستخدم في رسم في رسم المنحنيات مثل ذلك. يبقى إذن نرسم أي حروف زي كده. ده كده كانت السكتش, طبعا مش دقيقة لكن ممكن تنفع في الريفيجن كلاود زي كده. طيب الجزء الثاني أو النقطة الثانية, رسم كيرف فروم كيرف فري فورم من هاندل كيرف. دي بسيطة لكن شبيهة بالإلستريتور. بنضغط الأول ضغطة والتاني ضغطة بنسحب, الضغطة التالتة بنسحب, الضغطة الرابعة بنسحب, الخامسة و يبقى دي كانت الهاندل كيرف. دي شبيهة جدا بالاستريتور. ايضا في فري فورم وفي انتربوليت بوينت. احنا بيرسم على حسب النقاط اللي موجودة على الكيرف, وبعد كده بيحدد افضل منحنى للكيرف. في ايضا الكنترول بوينت شبيهة بالانتربوليت, ولكن الكنترول بوينت غير موجودة على الكيرف, هي موجودة فقط في اعلى الكيرف كالتالي. ده كده رسم كيرف. يبقى دي كانت اربع طرق, دي الانتربوليت ودي الكنترول بوينت ودي الانتربوليت. عاده بنستخدم اللي هي الهاندل كيرف لان بتكون دقيقه, لكن باقي الطرق غير دقيقه الا لو في كنترول بوينت واحنا عايزين نرسم كيرف على اساس هذه الكنترول بوينت. اتمنى يكون هذا الدرس بسيط, والى اللقاء في درس قادم عن طريق رسم ال2D شيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس التاسع, وفي هذا الدرس سوف نتحدث عن أحد الأدوات المستخدمة في الكيرفز, منها الأوفست, منها الكاب, منها الإن بتوين, وفي هنا الكيرف بولين. خلينا نحذف هذا الكلام. طيب أولا نستخدم هذا, إحنا في الكيرف تولز في الأوفست, هل بوث سايد ولا not both sides. ثم خلينا both sides أولا, distance وليكن 5 كالتالي بحنا both sides. في كاب, هو الرسم ديت عشان فيها كاب. خلينا نبدأ من أول إن في line كالتالي. هذا اللاين هنقول إن في offset, الكاب none, distance 2 على هذا الاتجاه. خلينا نحذف, نقول ان في اوفست ال بوث سايدز, اوفست مع الكاب راوند بوث سايدز, اصبح في عندنا كاب الناحيه دي وكاب الناحيه دي. طيب النقطه الثانيه وهي ان لو في ريكتانجل وفي ريكتانجل وفي هنا سيركل عايزين نرسم,
خط من النقطة ديت in between. أولا هنفعل الأسناب, ثانيا هنرسم لاين. احنا بنذكر ان في in between shift control between السنتر او النقطة ديت للنقطة دي, حتى الكواد هذا الكواد بكده رسمنا اللاين. طيب النقطة الأهم, نتخيل في عندنا كيرف وفي عندنا كيرف, عايزين نضم هذين الكيرفين ونحذف الفراغ. ممكن بترم وممكن كيرف بولين. ازاي كيرف بولين؟ هنختار الكيرفين بولين كيرف, طبعا ديليت انبوت هيكون اول, الريجون من اليسار من اعلى لاسفل 1 2 3, لازم يكون الفريم الخارجي متحدد, ثم انتر هيكون طبعا الفراغ بهذا الشكل. خلينا نحاول هذا الكلام يكون في مثال اوضح, وفي سيركل كيرف بولين انسايد ريجنز, واصبح عندنا هذا الشكل. اتمنى يكون هذا الدرس بسيط وسهل, وفي الدرس القادم هنتحدث عن الشيبس وبعض التيبس والتريك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, هذا هو الدرس 11. في هذا الدرس سوف نتحدث عن بعض الاستراتيجيات المهمه في بناء الكومبلكس اوبجكت. مش لازم عشان نبني كومبلكس اوبجكت او رسمه معقده فلازم نبدا بكل التفاصيل. احنا بنبدا بابسط التفاصيل وهي الكيرفز, ثم بعد ذلك بننتهي الى الاوبجكت المعقد او الاوبجكت المعين. طيب اذا الاولا في بعض النقاط نتحدث عنها. اولا start with sketch, قبل ما نبدا الرسم على الرينو فاولا لازم يكون في يعني الافضل يكون في سكتش بالقلم الرصاص وليكن. بعد كده كل شيء فيه سيمتري, السياره فيها سيمتري, اي يعني 90% من الاشياء الموجوده في الطبيعه فيها سيمتري. اولا بنبدا بنبدا bigger then trim back, بنبدا سوليد وبعد كده بنعمل سبليت او تريم. انترسكشن تكنيك هنقوم بشرحها في الدرس. احنا دلوقتي عندنا بعض كيرفز او منحنيات, فهنشوف ازاي هنبدا برسم هذه المنحنيات. احنا في عندنا هنا هذا السيرفس, جوين, بعد كده جوين, ثم هيكون في اكسترود كيرف بوث سايدز, نفس الموضوع بوث سايدز. كان ممكن نختار الاثنين كيرفز ومره واحده اكسترو كيرفز ستريت بوث سايدز. مش لازم يكون بالظبط على نفس المستوى, احنا ممكن نبدا اعلى مفيش اي مشكله. من الوير فريم نخليه شيدد افضل, ثم هذا الكيرف نفس الموضوع سيرفيس اكسترود كيرفز ستريت. خلينا نعمل ثم من سيرفيس اكسترود كيرف ستريت بوث سايدز. طيب الموضوع كالتالي, هنختار سبليت كوردينيت
cutting objects مظبوط. هنختار الاتنين curves ثم split جميع هذه الأشياء cutting objects ثم نبدأ مرحلة الديليت. فيظهر عندنا اوبجكت بهذا الشكل. هل هو ده سيرفيس ولكن اتنين؟ فنعمل لهم اختيار ثم جوين فاصبح عندنا كرييتنج ميشز وتلاتة سيرفيس تم اختياره. طيب في عندنا فتحة في هنا فنختار من السوليد اكسترود بلانر كيرف ستريت من السيرفيس او من السوليد بوليان سيرفيس. هنختار اولا هذا ده الاساسي ده الفرعي. اذا اصبح عندنا هذا الشكل. يبقى اذا احنا عملنا شكل معقد من فقط بعض الكيرفز. يبقى الموضوع بسيط جدا. اولا بيعمل السيرفيس ثم بسبليت وبعد ذلك استخدمنا السوليد وثم ديليت انبوت. اتمنى يكون الدرس واضح وللقاء في الدرس القادم. عشان ننشئ 3 موديل مش محتاجين اي شيء غير كيرف واحد واوفست. فهنشوف الموضوع هيمشي ازاي. هنبدأ من الكيرف من الريكتانجل سنتر وكورنر. السنتر صفر الكورنر بهذا الشكل وار وده كده الراوند كورنر. هذا الاوبجكت اوفست سايت اوفست. خلينا ديستانس نقوله لكم ديستانس دي 5 او دي 3. مبدئيا كده هنروح للسايد فيو او البرسبكتيف فيو اكسترود كيرف سيرفيس اكسترود كيرف ستريت الديستانس. اولا بص سايد نو الديستانس ولكن من غير ابعاد احنا نوصل لحد هنا وليكن. ايضا هنا اكسترود كيرف الديستانس هكذا. الاثنين كيرف هذول او هنا اولا هنختار سيرفيس بلانر كيرف بأصبح عندنا في تلاتة سيرفس. هنختار أيضا هذا السيرفس سيرفس بلانر كيرف. هذا هو الكيرف بالترتيب. هنختار جميع هذه السيرفس أربعة سيرفس ثم جوين. يبقى اصبح عندنا وان بولي سيرفيس. هنختار من السوليد فيلت ايدج الريديوس اولا طبعا هيكون وليكن 3 طبعا سوليد كيرف شين النكست ريديوس في عندنا هنا نقطة. اولا سوليد فيلت ايدج النكست ريديوس 1 خلينا النكست ريديوس 0.7 select edges كنا ممكن نختار الشين يبقى احنا كده عملنا. يبقى احنا كده عملنا 3D model ايا كان معقد او بسيط ولكن
من كيرف واحد قدرنا نعمل 3D موديل عن طريق فقط الاكسترود كيرف. دي كانت احد الطرق لانشاء 3D موديل في الراينو، ودي استراتيجية ممكن تتبعها في المشاريع القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امر اللوفت من الامر المهمة جدا في الراينو. في عندنا طريقتين او تو ميثودز لانشاء او الرسم او استخدام اللوفت. اولا لازم يكون جميع الكيرفز اوبن بهذا الشكل او تكون كلوز. ما ينفعش نستخدم لوفت مع كيرف يكون اوبن ومع كيرف يكون كلوز. فاحنا بنستخدم او هنعمل اختيار، هنختار الكيرفز ومن السيرفس لوفت بصوت شديد هيظهر لوفت اوبشنز ريبيلد كم كنترول بوينت، هنقول لك 5 واوكي. ممكن ما يكونش ظاهر فيظهر اكتر في هذا الكوماند. طيب النقطة التانية، لو كان الكيرفز كلوزد فمن السيرفيس لوفت. هو بيقول ان البوينتس بهذا الشكل فعلا هيكون كلها في نفس الاتجاه، يعني هنا تكون هنا وليكن وهنا تكون هنا واوكي. يبقى اذا ظهر عندنا اللوفت، استخدمنا اللوفت هنا كلوز كيرف وهنا اوبن كيرف. دي بساطة شديدة استخدام اللوفت لانشاء اي 3D موديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 13، هنتكلم عن الريفولف والريل ريفولف. اولا ده اكسس، تخيل ان ده اكسس وعايزين هذا الكيرف او الارك يلف دورة كاملة اللي هي 30 درجة. ببساطة شديدة من السوليد من السيرفس ريفولف start of axis end of axis، وهنقول ان هو full circle. طيب ممكن ما يكونش باين لكن هيبان في الشديد. ده كده دار دورة كاملة حول الاكسس. هنا برضو surface revolve، هنبدأ من هنا وهننتهي هنا في نقطتين. خلي بالنا ان هنا مش الكيرف مش ملاصق تماما للاكسس، عشان كده هنقول ان في فول سيركل. ولو وصينا هنلاقي فعلا من هنا الكيرف مفتوح لكن من هنا متبب كالتالي. طب في ايه حكايه الريل ريفولف؟ هو مش لازم الكيرف يكون يلف دوره كامله. هنتخيل ان ده كيرف، فالاول نعمل له جوين، هنختار هذا الكيرف، هنختار السيرفس ريل ريفولف الريل كيرف، هذا هو الريل كيرف. هنبدأ من هنا هننتهي هنا، وده بالنسبة لنا هو الريل ريفولف. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وبكده يبقى بقى لنا درس وانتهي من هذه الدورة التدريبية. هنختم هذه الدورة التدريبية بدرس عن سويب ريل. أولا من الكيرف في سويب 1 ريل وفي سويب، او من السيرفس في سويب 1 ريل وفي سويب 2 ريل. هنشرح الاثنين، ولكن خلينا نشرح الاول سويب 1 ريل. اولا بنختار الريل، هذا هو الريل الكروس سيكشن، هذا هو الكروس سيكشن وانتر. فهنا اصبح عندنا هذا الشكل فري فورم، يعني اعتقد نختار فري فورم. ممكن يكون 12 بوينت او 10 بوينت على حسب، كل ما يكون اقل في البوينت كل ما يكون، لكن ده بريفيو بسيط ثم اوكي. طيب يبقى احنا المفترض النقاط كانت تكون اكتر، فبعد كده هنختار عدد نقاط اكتر. ده الريل، ده كروس سكشن، انتر انتر ريبيلد ويز وليكن 14. طيب السويب تو ريل نفس الفكره من السيرفيس سويب تو ريل. فين التو فيرست ريل؟ ده السكند ريل. كروس سيكشنز كيرفز 1 2 3 انتر وانتر. ده كده ببساطه شديده اللي حصل.
دونت سمبليفاي. طيب خلينا اوكي. فده اللي حصل. بدأنا من هنا سويب توريل وانتهينا هنا. وتي دي طبعا من احد المزايا الراينو ان بنبني اشكال معقده بدون دخول في تفاصيل، فقط بنبني او بنرسم الخطوط العريضه، بعد ذلك هو بيمشي عليها. وده كان كده انتهينا من اساسيات الراينو. هيكون في درس بونص، وبعد كده ان شاء الله نستكمل في دروس قادمه، والكورس ده يترفع مباشره على سكيل شير. والى اللقاء في دوره تدريبيه قادمه. يبقى احنا كده بفضل الله انتهينا من هذا الكورس، وهناك العديد ايضا على صفحتي على موقع سكيل شير العديد من الكورسات لشرح وتصميم بعض المنتجات. في ايضا كورس للانيميشن ببرنامج بلندر، في كورس لتصميم المنتجات باستخدام بلندر، وهناك العديد من الكورسات للانيميشن وتصميم الفيديوهات. اذا كان هناك اي سؤال او استفسار ممكن المراسل على الايميل angelstudio2@gmail.com. ايضا اذا كان هناك اي استفسار ممكن ارسال الاسئله في صفحه التعليقات الخاصه بهذا الكورس. والى اللقاء في كورس قادم باذن الله تعالى.